يا الله كتير معصبة عن جد كتير معصبة انه اذا اخد منه موعد وهيك كيف لو مش اخد منه موعد شو كان عمل؟ شو هول كمان؟ شي بقرف مش معقول عن جد شي بقرف يلا يلا جيت ربطة معقولة دومازيل ما فيكي تنطر؟ معقولة ما عندك صبر؟ لا ما عندي صبر أكيد ما عندك لو عندك أساسا ما كنت نطرتك هالقد ربطة دومازيل جديدة زبونة جديدة تعرفك عن حالي أنا جيجي أهم كوافير هون بالمنطقة نسمين كلهم هون بعمل لهم شعراتهم رابعة أنا أعمل لها شعرات كلها حلوين برافو ثانكس هاي أنا فرح تشرفنا مسيو يا عمي سوري رح أعطيها شانس تاني يا رابعة بركة أنا ما سمعت سوري شو قلتي هاي أنا فرح تشرفنا مسيو يا عمي خلص الحيواني وين شايفة مسيو يحترم حالك شو تبني يا شو حلو لك شو مهضوم شفت شو كيوت جيجي جيجي ما هيك ليك بدي اسالك سؤال هيك بيني وبينك ليك مو بتستحي من حكي الناس انه لانك كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ملامه وغيره مش اكتر اهلا وسهلا بالجميع ست ساره تميم ست باتريسيا ست رابعه ست زيار اهلا وسهلا فيكم اهلا خير الكلام اقل وضل حلو شو يا رابعة؟ صرتي خامسة وبعدك رابعة إن شاء الله تنبسطوا جميعاً وبوسي لجميع المشاهدين أهلا وسهلا فيكم خلصت حبيبي؟ سوري سوري حبيبي لك جيجي بلشت عصب بك تعملي شعري ولا شو؟ عن جد بعتذر أنا بنفسي مش معقول يا زلمة بنتقل غير شخصية سوري بعتذر قال يا زلمة ليز تعمل لي شينيو؟ شو بدك أعمل لي؟ شينيو إيه تكرم عينك بكرة الشينيو بعمل لك إيه؟ لا كثير بلعب على الكلام رح أعمل لك شي موديل هلا على ذوقك رح تنبسطي كثير أوكي ميرسي ليك قبل ما تجي كنت عم شوف هو الجرايد هون ايه هيئتهم كلهم سياسي بتحب السياسه كثير بحب السياسه انا كثير مثقف بحب السياسه وبحب يلي بيتعاتوا بالسياسه كمان عشو بتحبهم عشو بحبهم لانه بضلوا قاعدين على خوازي عن جد هي معك حق فيها 100% هيك انت ايه اكيد طب ليك انت والفنانين شو وضعك مين اكثر فنان بتحبه يا الله شو بوعدك كل شوي بينفصم جيجي سوري شو جيجي قلت شي زعجة جيجي جيجي سوري حبيبتي انت ما خشيك بس انا حساس اكثر من اللزوم كل ما حدا يسالني على الفنانين بتذكر الفنان الوحيد اللي بحبه وتوفى الله يرحمه سوري عن جد عن جد سوري جيجي عن جد بس انه مين هالفنان اللي عم تعمل عليها هالقد مايكل جاكسون نو واي من يخرب ذوقك عن جد رائع من رقصه مش مقبول بتحبيه بموت فيه انا بموت فيه بحب رقصه كثير واغانيه سيرتو انه برقصه بحط ايده محل كثير حساس جيجي خلص يا عمي عيب شو بك انت بعدين وحيد مامي بقلده هو لا ولا مره شيء طب روق لا اقعد محل يلا بلش يا لا لا بليز جيجي ما فينا هالقد شو فيك معقول مبسوطة كثير حبيتك تعرف عن جد طلعت مهضوم ثانكس ليك جيجي ويو مين أكثر سياسي بتحبه؟ رجعت على السياسة؟ مين أكثر سياسي بحبه؟ إيه مين؟ عم حكي راسك أنا أجيب الجواب حسين حش حسن لا إيه عن جد عشو بتحبه؟ شفيفه شفتوا هالتحتانية شفتيها شو سكسي بعدين شي توبلي ما تنسى انه هو وزير الزراعة بيهتم لنا بالموزات والخيارات اوكي بس ليك اذا على الاساس معناتها جبران باسيل شب حلاوة ما فيك تنكر بحبه بس مش لانه شب حلاوة صراحة ليه لكن؟ لانه بيضل مقعدنا على الشمعة شو يا رابعة مبسوطة شبة طب ليك جيجي خلص هلا بلا ما بدي اسالك سؤال بدك تجاوبني بصراحة اوكي سيتو بلي اذا انا مشهور بحبوني الناس لاني كثير شريح تفضلي عن جد طيب تنشوف انت 8 او 14 أدار صراحة بليز انا لا 8 ولا 14 أدار صادق
انا مع واحد ايار ذوقك خلص يعني معقول انت مش معقول شو مهزوم هون بتقسماتك مش بس مظبطتك تعتبريه جيم هون مش بس سالون عن جد معك حق بس بدي اقول لك شيء ما تزعل مني شو فكرتك عوني ومع التيار كمان لا انا مش عوني بس ممكن يصير عوني مع التيار بشرط واحد ولا شو هو الشرط يغيروا شعارهم من الليمونه للجزره يا الله ما اهدمك يلا خلصت لك اه خلص لك شو تعبت يا جوقك كثير حلوين جيجي ثانك يو بعقده لا عن جد بعقده ثانكس حبيبي ليك جيجي اذا شي نهار بدي اعمل شعري مش قادره اجي لعندك بتروح انت لعندي على البيت يا بك بليزير حبيبتي تعطيني رقمك حياتي قاعده لحالك بالبيت لا لا قاعده انا وخيي يا ليلي بس بعمل شعرات صدر تكرم عيني قاعده عندك 7-1 7-1 بعد واحد بترجيكي بعد واحد دخيلك بعد واحد لا المره بدي 2 سوق يخرب